السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. نبدأ عدد مساء اليوم من جورنال فير بخبر عنوانه 700 مليون سنتيم تنعش خزينة الرجاء الرياضي، ومنتظر باش تنتعش خزينة فريق الرجاء الرياضي مبلغ كيتقدر ب 700 مليون سنتيم، وهي منحة من مجلس مدينة الدار البيضاء. ووضحت مصادر خاصة لموقع سبور 1 أن مسؤولي مجلس المدينة خبروا فريق الرجاء الرياضي بالموضوع، وأكدوا لهم أن المنحة غتصرف للفريق الأخضر في الأسبوع المقبل أو اللي كيتبعوا، وغتساهم المنحة الجديدة بحال جزء من أزمة فريق الرجاء، خاصة منح لاعبي العالقة منذ الموسم الرياضي الماضي والمتعلقة بمنحة التوقيع ومنحة التشويش باللقب، بالإضافة لمنحة التأهل نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية في انتظار إجراء نهائي البطولة العربية للأندية البطالة للحصول على المنحة الخاصة بالتشويش إن شاء الله. الرجاء يفقد احد ابرز لاعبيه لاربعه اسابيع، وتبتات الفحوصات الطبيه اللي خضع لها زكريا الوردي لاعب فريق الرجاء الرياضي غيابه الميادين لمده اربع اسابيع بعد اصابته بتمزق عضلي خلال مشاركته في التجمع الاعدادي للمنتخب الوطني المحلي مركز المعموره، وغيغيب الوردي على مباراتين الرجاء ضد بيراميدز المصري يوم 24 ابريل المقبل برسم جولتين الثالثه والرابعه من دور مجموعه كاس الكاف. يشال ان الحسين عموته مدرب المنتخب الوطني المحلي اختار خمسه اللاعبين من فريق الرجاء الرياضي للمشاركه في التجمع الاعدادي للنخبه المغربيه واللي غينتهي غدا الاثنين، وكيتعلق الامر بكل عمر العرجون، عمر بوطيب، محمد زريده، زكريا الوردي وعبد الاله الحفيظي. وكان الوردي ابان على مستوى جيد في المباريات الاخيره لفريق الرجاء الرياضي، واصبح من العناصر الاساسيه في تشكيله جمال السلامي، الا ان الاصابه غتفرض عليه فقدان رسميته الى حين تعافي من اصابته واستعاده مستواه. 5 ملايير سنتيم قيمة عقود لاعبين في الرجاء الرياضي. وكشف مصدر مسؤول بإدارة فريق الرجاء الرياضي أن القيمة المالية لعقود لاعبين الفريق الأخضر الحالية ولغاية نهايتها كتفوق 5 ملايير سنتيم. ووضح المصدر ذاته على هامش حديث الموقع لو 360 سبور أن قيمة عقود لاعبين الرجاء الحالية كتفوق 5 ملايير سنتيم، إشارة منه لأن هذا الرقم كيتعتبر كبير مقارنة بالمداخيل المالية للنادي خلال السنوات الأخيرة، وأن جائحة كورونا عمقات الأزمة المالية للنادي بعد ما حرمته من محتضنه الرسمي الأول واللي هو الجمهور اللي كان كيضخ مبالغ مالية كبيرة ومهمة في خزينة النادي. ولفت المصدر ذاته لأن قيمة العقود المستقبلية للرجاء مرتفعة جدا بالمقارنة بالإمكانية المالية للفريق الأخضر اللي كيعاني من أزمة مالية خانقة تسبت في تأخير صرف مستحقات لاعبيه والمتعلقة بمنحة أشطر التوقيع السنوية واللي كيفوق مجموعة 3 ملايير سنتيم. وكيراهنوا مسؤولي الرجاء الرياضي على كسب رهان الوفاء بتسديد الرواتب الشهرية للموظفين واللاعبين في الفريق الأخضر وتمكين العناصر الرجاوية من منح المباريات لضمان استمرار تألقها ومنافسة بقوة لإحراز كل الألقاب الممكنة. وكيأول فريق الرجاء بشكل كبير على لقب كأس محمد السادس الأندية العربية البطالة والظفر بجائزته المالية اللي كتقارب 6 ملايير سنتيم بعد التخلص من ملف المستحقات المالية العالقة للاعبين بعد تراجع إيرادات النادي نتيجة غياب مداخيل الجمهور بسبب انتشار فيروس كورونا. رشيد الأندلسي ينتقد أنيس محفوظ بعد استقالته من مكتب الرجاء. وفي تفاصيل الخبر أكد رشيد الأندلسي رئيس فريق الرجاء الرياضي أمس السبت أن الكاتب العام أنيس محفوظ اللي قدم استقالته ما تقبلش الديمقراطية، وقال الأندلسي في تصريحات إذاعية أن إدارة الرجاء الرياضي لجأت لخيار التصويت من أجل حسم مستقبل الإطار الوطني جمال السلامي مع الفريق. وأضاف المتحدث نفسه أن سبعة أعضاء المكتب المسير الحالي صوتوا لصالح بقاء الإطار الوطني جمال السلامي في منصبه كمدرب الفريق، في المقابل رفضوا عضوين فقط استمرار السلامي مع الرجاء. وكان الكاتب العام لفريق الرجاء أنيس محفوظ قدم استقالته من منصبه الثلاثاء الماضي احتجاجا على تشبث إدارة الرجاء بجمال السلامي كمدرب الفريق الأول لغاية نهاية الموسم الرياضي الحالي. وعرض سعيد الشرامي بدوره فكرة استمرار جمال السلامي على رأس العارضة التقنية للفريق الأخضر، لكنه ما قدمش استقالته بخلاف أنيس محفوظ، علما أن هزيمة الرجاء الرياضي في مباراة الديربي ضد الغريم التقليدي خلفت سياء كبير داخل الأوساط الرجاوية. سياء كبير للرجاء من الجامعة واتهامات بالتماطل في ملف لاعب جديد. وعلقت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مشاركة وفد جديد على فريق الرجاء الرياضي في المباريات الرسمية بحجة رغبتها في التأكد من عدم توفر العقد مع أي فريق خارج المغرب. وعبروا مسؤولي فريق الرجاء الرياضي على السياق العميق من تماطل جامعة القجاء في منح يوسف غرب رخصة اللاعب باش يكون مؤهل للمشاركة في المباريات الرسمية مع الفريق الأول. واستغربوا مسؤولي الفريق الأخضر من تبرير الجامعة بتأخرها في منح الوفد الجديد رخصة اللاعب بحجة رغبتها في مراسلة الاتحاد الإسباني
الدوري للتاكد من ان اللاعب الرجوي الجديد ما كيتوفرش لا اي عقد مع اي فريق في اسبانيا، علما ان غرب لعب في المغرب الفريق النسمه السطاتيه وكان كيتوفر على رخصه اللاعب وانتقل بعدا مباشره لفريق الرجاء الرياضي. ووضحوا مسؤولي فريق الرجاء الرياضي ان الجامعه الملكيه كان عليها اللجوء لهذا الاجراء ملي انتقل غرب من اسبانيا لفريق النسمه السطاتيه وماشي للرجاء الرياضي. يتسائلوا علاش اهلت الجامعه يوسف غرب اللاعب مع النسمه السطاتيه ورفضت تاهيله اللاعب مع فريق الرجاء الرياضي، وطالبوا مسؤولي الرجاء بضروره تاهيل غرب في اقرب وقت، خاصه ان الجامعه الملكيه انتظرت الوقت الكافي للحصول على رد من الاتحاد الاسباني، غير ان الاخير ما ردش على مراسلته رسميا. وكان غرب شارك في مباريات رفقه فريق الامل بدوري الهوات بطاقه تعريفه الوطنيه ونجح في تسجيل هدف واحد قبل ما تمنع الجامعه الانديه من اشراك اللاعبين اللي ما كيتوفروش على رخصه اللعب ومنعت مشاركتهم بالبطائق الوطنيه او جوازات السفر. وسيط يعرض على الاندلسي التعاقد مع شركه عالميه للالبسه الرياضيه. وفي تفاصيل الخبر ذكرت مصادر مطلعه ان احد الوسطاء عرض على رئيس فريق الرجاء الرياضي رشيد الاندلسي التعاقد مع شركه عالميه خاصه بالالبسه الرياضيه، وحسب نفس المصادر فالوسيط اقترح على الاندلسي التعاقد مع شركه كابا الايطاليه باعتباره ممثل ليها في المغرب، غير انه اشترط الحصول على نسبه معينه من مبيعات الاقمصه وباقي المنتوجات. واثارت اقمصه ليجيا سياء شريحه كبيره من الجماهير الرجاويه وذلك منذ الموسم الرياضي الحالي، شيء اللي خلى إدارة الرجاء تفكر في التوقيع مع مستشار آخر واللي يقدر يكون كابا الإيطالية في الموسم الرياضي المقبل. هذا ما قاله عبد الإله فهمي عن أزمة الرجاء الحالية. وفي التفاصيل أكد عبد الإله فهمي اللاعب السابق لفريق الرجاء الرياضي أن الوضعية الحالية للأخير ما كتبشرش بالخير في ظل الأزمة المالية اللي كيعاني منها. ووضح فهمي في تصريح خاص ببرنامج الشوط الثالث على إذاعة أمافام أن هزيمة الرجاء في الديربي كتعتبر تحسين حاصل للوضعية الرهينة، واعتبر المتحدث نفسه أن مشكل الرجاء ماشي في السلامي بل في مستحقات اللاعبين العالقة في ذمة الفريق. وقال بالحرف السلامي ماشي هو اللي ضار عليه الفيلم وماشي هو سبب الأزمة، حيت ما يمكنش كل نهار يجيو عندك اللاعبين في التدريب ويطالبوا بمستحقاتهم المالية، هادشي اللي كيدير الفوضى في الفريق وكيخلي الاحترام ما كيبقاش بين اللاعبين والمدرب اللي كيقدم لهم وعود. وزاد المكتب المسير كيطلع لتحسين وضعية الفريق ولكن الله غالب حيت ما بقى ما يتقال ملي الرجاء ولات كتسنى اللي يجمع لها الفلوس باش تسافر. وطالب فهمي مسيري الفريق حاليا بإيجاد حلول لفك الأزمة اللي كيتخبط فيها الفريق منذ 6 سنوات ونبذ سياسة الترقيع حسب تعبيره، لكون هاد الأمور كتمس بسمعة فريق الرجاء الرياضي. وضاف كنتحسر حاليا على فترة الرئيس سعيد حسبان اللي قام بانتدابات وزينة وصلح الكثير من الأشياء فريق الرجاء الرياضي. كان هذا آخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلقى في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل تشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءه.